سلام الخوت والحباب، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو، شوفوا انا في المحطه ديال زيتون بونو، كنتسنى الزوج ديالي غيتلقى ليا هنا في هاد المحطه. الراجل ضربني. المهم كارت اسطنبول ديما حاضره ناضره، قال لي هنا حدا المترو بين سكنه. شوفوا دعوه، شوفوا الطريق، شوفوا الترافيك، شوفوا الشحن شحن شحن. المهم انا غنتسنى هنا واحد. راهو راهو جا. اش قال لي بنايه بتاعتي كده ناس بيت فيديو شلا. يلا وانتم معايا اودو. فلوريا غنمشيو دابا لفلوريا ان شاء الله. هانا بغيت قاد ليا الحشفان اصلا، كنت بخاف نقادهم انا قبل من العرس نورمالمون. الساعه جا داكشي مزروب وداكشي، بخاف لا نقادهم، يعني جات نفسي من هاد الاخرى خفنا نقادهم يبقى لي داك الطراس الاحمر، فانا عندي تخوف صراحه. خفت لي يبقاو لي حمرين ولا شي حاجه صراحه. خفت انا من هاد الميكرو بليدينغ، بغيت يدير الميكرو بليدينغ. انا صراحه خايف بزاف، خايف عندي تخوف بزاف، ما كنبغي نخاف حتى شي حاجه ندير في خاطري. مي المشكله فين عندي؟ عندي الحسبان ديالي خفافين بزاف، وفاش كندير الميكاب ما كيبانوش بالمره، ما كنعرفش نطراسيهم الصراحه. هذا ان شاء الله غنشوف نص السيده كي غادي تقاتلهم ليا ونتفاهموا معاها. كانت شي حاجه هي هذيك، ما كانت راه نقول لي سمح لي احداث المره الجايه. راه معايا حتى نوصلوا فلوريا. انا في الادريس ماشي هذيك اللي لور، حنا غاديين عند السيده القدام خطانا في العنوان، لانه شفنا حنا في لاباج انستغرام. دابا حنا راه غاديين نشوفوا هنا البلاصه هذه دايره بحال غاندي، بحال بحال غاندي، بحال بلايص المناطق اللي الهاي كلاس الواعره، كاينين فيلات الناس واعره، الحديد كيداير خطير. فوالا هو هذا بولا سكوفوت، حنا جينا لعندو ان شاء الله يكون خير. الا بغاو يخلوني نصور لهم داخل غنصور، ما بغاوش يخليهم عندي ما غندير. المهم بيس zaten yüzüne göre yapıyor abla ya, değil mi? Altın odamızı çıkartacağım. Şimdi abla bu krem ne için oluyor? Bu uyuşturmak için, canı yanmasın. Ha, söyle. دارت لي دابا الكريم، اول حاجه دارت لي كريم باش ما بحال باش ما نحش في العالم ان شاء الله. شنو هيك جاب لي 15 دقيقه، 15 دقيقه تمام. 15 دقيقه تمام، تمام. مين شاشه شاي 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 خاصني نتسنى 15 دقيقة بالضبط باش يشد فيه البنج، عاد باش تبداني الخدمة وغتراسي ليهم وهما غتقابل معايا، غادي تشوفوا معايا التفاصيل كلها. ما عرفتش الصوت واش كيوصلوا لا لا. المهم كيما غيبان لكم قالت لي انا غندير لك سميتو الفورمة ديال الحجبان ديالك. انا هم باش تلقى صورة ويشطر ناسي تشن ديالك. انا بعد هذا خاصني نشوف هو الاول باش انا باش ما نتوعدش في الخدمة. المهم انتم ما عرفتوش حبيبي. دابا انا هي قالت لي باش اشمن لون باغا ديري فيهم واشمن فورما باغا، فانا قلت لها بغيت الفورما ديال الحجبان ديالي ما باش نبدل. قلت لها لي يجيني الفورما ديال الحجبان ديالي ماشي تا لهي ما تعجبنيش، فان شاء الله خير. فصراحه انا متخوفه.
hiç benim hayatımda hiç dokunmadı. Belli. Şey az ama. Aa bak güzel yaptı Allah'ım. Şimdi bu senin kendi kaşı. Bu benim şekil vermiş hali. Şimdi sana göstereyim. Şimdi bir bak bakalım. Bu senin kendi kaşın ama şurayı çıkarttım. Çünkü burası çok düşük. Buranın kalkması lazım bu kaşın. Tamam. Eğer kaldırmazsam çizip siliyorum orayı. Şimdi. Kaldırmazsam çok düzensiz bir kaş. Yani o zaman... Aynen doğru söylüyor. Oraya doğru. Böyle olacak. Bu senin kendi kaşın. Yani burayı benim biraz kaldırmam lazım ki aynen. Hem şurasıyla da eşit düşsün. Bak bu yukarıda duruyor. Evet. Bu aşağıda duruyor. Bak o güzel duruyor. Lazım. Doğru söylüyor. Ya abla yıllardır bu işi yapıyor. Nasıl uygun görüyorsa bence. Sen hangisini daha çok beğendin? Bak demin onun yaptığı daha güzeldi. Bak silince. Yani bu kaşı, aynen. Kaşı. Yok mesela sen buraya yattın ya abla. Evet. O daha güzeldi. Kaldırdın kaş. Peki buralar yani hangi kaşını daha çok beğendin? Dert yüzü ektiha ana yediri liyel hacbe lehesab forma diyel indi ediyel hacbe diyelin asli. Dert liye hada dert liye hada. Hiye gert liye ihtari binatum. فقالت لي انت العين ديالك صغيره وعندك جبهه كبيره فخاص تكون مسافه ما بين العين وما بين الحاجب فصراحه انا اختاريتها شو ضاها جوزاليا هذا ادول اختار ان شاء الله وغنكمل دابا يلا كملت لي الحجب الاول غادي توريني الشكل النهائي ديالو ثاني بحال بحالكم ما شفتوش ايكي كبير صراحه زوين شوف دوك كي لاينر تشيك شوف والله بانجي صراحة الله عجبني فريمون عجبني لانه قالت لك ديري هنا شويه الايلاينر غيجي هو هذاك باسكو حيت انا العين ديالي صغيره وداخله فخلات انا واحد لي سباس ما بين الحاجب وما بين العين باش تبان كبيره صراحه ما دارش قالت لك الا غلط لك الحاجب العين غادي تغطى فهذا دارتو لي تقريبا بحال الحاجب ديالي الطبيعي اللي هو هذا دارتو متوسط ما هو غليظ ما هو رقيق صراحه انت عجبتني النتيجه تاخذ القياسات على هاد الحاجب هذا اللي قالت لي باش تكون يعني كيما غايبان لكم هنايا باش يكون هاد الحاجب هذا خو هاد الحاجب فلهذا هي خاصها ضروري تاخذ القياسات من الفوق ومن التحت كارشك تاع البيان ما بان 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 çünkü bak düşük olduğu zaman kötü oluyor aynen. biraz daha yukarıda yaptı bak burayı da öyle yapacağım بانجي انت لك اصلا انا عندي حجبان لاقينها قيف فهي الحمد لله عرفت لانها بروفيسيونيل في هذا الشيء ديال الميكرو بليدينغ صراحه هي عرفت كيفاش انها تقاد صافي بها صوره اليوم بها صوره دا غدا يعني من هنا لواحد الشهر عباش تخرج لك تخرج ليا النتيجه الاخره ديك الساعه عباش يبان لكم الحجبان كي غيكونوا ان شاء الله صراحه عجبتني الخدمه ديالها لو ما عجبتش ما غاديش نكمل عندها لانه مشيت لثلاثه ديال لي سونتر من قبل على اساس نقاد ندير ميكرو بليدينغ قبل من العرس اما حتى شي حاجه ما عجبتني صراحه ما عجبنيش فريمون عجبتني الخدمه ديالها
بيرفكت. وكنصحكم انكم اللي بغات دير الميكرو بليدينغ تجي عند هاد السيد هذا ولا لهاد الصالون هذا كيديروا جام اي حاجه. صراحه انا كل ما عجبتني شكون ما عجبنيش انا الحجب ديالي هذا راه ما خليتش تقيسوا ليا فريمون عجبني. شمدو وبغيت شي زدو عمر طرافه دونا ديالها يا قجا دابا هذا غنشوف سميتو هو هاد الحجب هذا كي غادي دير غديروا لي بحال هذا. شو عندها؟ هذا تركضشر كما تشوفوا دابا شوفوا الحجبان ديالي هما هادو قادتهم ليا صراحه فريمون عجبوني. المهم كما داكشي اللي بغيت انا حتى المسافه ما بين الحاجب والعين راه علات وكان عندي هذا الحاجب هذا هابط من هنا والله تشوف مزال يعني كله مخربق مي فريمون حجب عجبوني. ودابا غنقاد شفيرات قالت لي مسحي تيمز لا عيني من ما طيش شفران غنبداو فيهم اول حاجه طلع لي شفراني الفوق عا باش غادا جوبونس غتصبغهم ليا يعني غتبعوا الفيديو حتى الاخر. بديتو معايا بالحجبان دابا غتكملوا معايا بالشفران ان شاء الله. كنتمنى انك اللي تمنيت انها تطلع لي هذيك شوف كي زعما والله
Evet arkadaşlar, şu bu hadi hal ile usul kliye anne. Tam beni görüyor mu? Vallahi ben seni hiç görmüyorum. Bakın şu bu işlerin ben kardeş ne hal ani kan hesabet şey tıkayit. Mühim, kent men ana netice الاخيره ان شاء الله سنه شو زال شكلك. Gerçekten mesela kaşlar gibi. Sarahatan ana الحجبان عجبوني هما هذوك 100% بالنسبه للشفرين. حتى ما كنت من ما خرجوا زوينين فريمون انا حطيت ثقتي كامله في الاول كان عندي تخوف من هذا السونتر هذا ولا من هذا المركز الجميل انه ما يطلعش يقادوا لي شي حاجه اللي انا ما بغيتهاش فريمون جيت للبلاصه اللي سميتو هو مزيانه صراحه الفضل كيرجع للزوج ديالي اللي انا شحال هذه قلت له باغا ندير الميكرو بليدينغ هو بدا كيقلب اتواصل مع السيده شخصيا والحمد لله كانت النتيجه مرضيه بالنسبه للحجبان ديالي وبالنسبه ان شاء الله حتى للشفران بالنسبه للمعلومات على هذا الصالون غنقول لكم غنخلي لكم جميع المعلومات في صندوق الوصف وخلوكم حتى الاخر تنساليو الفيديو اصلا انا عييت خباكم جاني النعاس هذه اللحظه هذه كنحس بعيني كي غنمد راسي بيس نتلاقاو من بعد هذا موش ما بنش حد ما نجرك هذا هو الصالون بولات مع الاخت العزيزه كاشك تنشوف تشاكير ديالي اللي نسالك جميع المعلومات شوفوا من خلال النتيجه ديال الحجبان ديالي من الشفران ديالي فريمون عجبوني طبعا غنخلي لكم جميع المعلومات في صندوق الوصف تشاكير ديال الاستقرار دان ساوسن برشز هذا الخوت اي صراحه عجبوني الحجبان هو اصلا غيدار اللون غادي يمشي مع الوقت قالت لي من هنا 93 عطاتني واحد الكريم قالت لي ديري ما تخليهمش يبقاو ناشفين من هنا لواحد 3 سيمانات خاصه نرجع عندها باش دير لي الكونترول ليهم بعض المرات فاش كتحيد صباغه كتبقى بلاصه فيها وبلاصه ما فيهاش وما عجب تخربق لي دايره هي انا اول مره في حياتي غادي نديرو المهم صراحه درتو ما ندمتش فريمون ما ندمتش انا كنشوف خوتي ما كنشوفش في الكاميرا دابا حنا جينا للكافي هنا غير_واضح بينا نتعشاو نتعشاو صراحة جاني جوع قالي خليه تمشي للدار قلتلي منقدرش نصبر على الجوع وسي أحمد هو حدايا مرحبا أبدي كان أنا كاش داني عبد الله شايف بيتك
قال لكم واش راه قديت السكينه حجبانه واش عجبوكم؟ شوفوا لي الشفيرات هما انا شفراني صغار واخا يديروا يجبدوا من هنا حتى هنا يبقاو صغار. صراحه عندنا لي ساندات تما والله بان هذا البن هذا سميتو عيران بالدرجه ديالنا هو البن ها اجل صراحه بقي بطلي طونسيون كي جا من الصباح ما كليت حتى شي حاجه من غير الفطور ديال الصباح مع 8:30 المهم هادشي اللي نقول لكم حنا دابا جينا نتعشاو ومن بعد غنشدو الطريق للدار ومسيلة الله من اتوت لا ما نهاية فيديو ما تنساوش اشتراك ما تنساوش اشتراك لايك كومنتار زوين زوين حقنا في حقنا في حقنا شو في بنمتاك بجوار جيكي سنين ايشيم عرب شعور المملاطن يلا خليت لكم الراحة يلا خليت لكم راحة يلا خليت لكم الراحة سلامة سلامة والله سيدة بنادي سلامة هالعار هالعار خلوا لي كومنتار كي جاتكم احلى اللغة العربية دي بيز الله ما نتنو نتلقوا فيديو جديد السلام عليكم.